أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله يا قرآن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا الله أكبر.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم.